السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن جارب جديد بريموت كنترول. بنتكلم النهاردة عن UDI-022، أكبر جارب بريموت كنترول أنا شفته لغاية النهاردة، وكمان أول جارب بريموت كنترول أجربه ويكون الموتور بتاعه براشلس مش مجرد موتور عادي. الكرتونة بتاعة الجارب كبيرة وطوله بيوصل ل 69 سنتي، ده طول الكرتونة، لكن الجارب نفسه بيوصل معانا ل 65 سنتي. نفتح مع بعض الكرتونة ونقول بسم الله. فتحنا مع بعض الكرتونة وده كل محتواها. نبدأ بالكيس ده، بيجيلك فيه شوية مفكات وقطع غيار ومفاتيح والستاند اللي الجارب بيقف عليه. نشيل الفوم ده، هنلاقي معانا هنا الجارب نفسه. بسم الله ما شاء الله، طبعا حجمه كبير جدا، طوله 65 سنتي. وعندك هنا الجزء العلوي ده تحس كده انه معمول من الياف الكربون، ملمس ناعم جدا، وبصراحة كخامات ما شفتش احلى من كده. نيجي للاهم، وهو ان الاجزاء الخلفية دي كلها زائد كمان الجزء الاساسي اللي بينقل الحركة من الموتور للمروحة دي، ده كله معدن. يعني عندك الاجزاء دي، ده كله معدن، حتى المروحة نفسها معدن. موت كنترول بتردد 2.4 جيجا هرتز بمدى تحكم واسع. للأمانة أنا ما عرفش أو نقدر نقول ما جبتش آخر الريموت ده، لكن الريموت ده مستريح هيعدي معاك 200 متر معجون، أظن والله أعلم، يعني أنه بيتحط منه على الموتور أو على الأجزاء الداخلية بتاعة الجارب. كتيبات تعليمات بيتكلموا عن إزاي تشغل الجارب. بطارية بسعة 2500 ملي أمبير 11 فولت، دي أول بطارية 11 فولت أنا بجربها. كل البطاريات اللي عدت عليها قبل كده أقصاها كانت 7.4 فولت وكانت 1500 ملي أمبير، لكن هنا بنتكلم عن 11.1 فولت 2500 ملي أمبير. البطارية دي عبارة عن 3 شرايح، كل شريحة منهم 3.7 فولت. البطارية دي هتدي لك وقت تشغيل متواصل يوصل معاك لربع ساعة ويتخطى كمان الرقم ده، وكله في النهاية بيكون على حسب استخدامك. يعني الربع ساعة دي قابلة انها تكون اكتر وقابلة انها تكون اجل على حسب السرعة اللي بتمشي عليها الجارب. وعشان الناس اللي بتدور على وقت تشغيل اكتر من كده، فانا جبت بشكل منفصل البطارية دي. البطارية دي 5200 ملي امبير، يعني قد البطارية الاساسية بتاعت الجارب مرتين تقريبا. دي بتدي لك وقت تشغيل متواصل يتخطى معاك ال 25 دقيقة، وزي ما بنقول الوقت ده قابل انه يوصل نص ساعة ويتخطى نص ساعة كمان، وقابل انه يجل عن 20 دقيقة، كله على حسب الاستخدام او كله على حسب السرعة اللي بتمشي عليها الجارب. البطارية والشاحن بتاعها دول بيجوا بشكل منفصل وملهمش علاقة بالبطارية الاساسية اللي بتيجي مع الجارب. معنا هنا شاحن للبطارية، وهنا بنتكلم عن شاحن مش مجرد وصلة شاحن، لا، الشاحن هنا بيركب في الكهرباء ومن الناحية التانية بتقدر تشحن بيه البطارية. كمان القطعة دي بتركب في بوز الجارب علشان تحميه من الصدمات. هنا استيكرات تلزقها على الجارب سواء اللون الأحمر أو اللون الأخضر. الجارب نفسه إزاي نفك الغطاء الخارجي أو العلوي علشان نركب البطارية، دول هيتفكوا كده علشان ترفع الغطاء ده. وعندك كمان 4 اقفال هنا، تفتح الاقفال دي بالطريقة دي، وبتفتح الغطاء العلوي. عندك هنا يا سيدي لو بصينا جوه الجارب هنلاقي موتور براشلس، وعندنا اجزاء الكترونية كتيرة كده. بصراحة اول مرة اشوف جارب فيه كم التفاصيل وكم عندك بوردة، وعندك هنا موتور براشلس، وعندك موتور ستيرينج سيرفو بتحكم طبعا في الحركة شمال ويمين على مستويات كتير مش مستوى واحد، وطبعا الجارب فيه تبريد مية. الغريب هنا ان المية بتدخل للجارب منين؟ المية بتدخل للجارب من الدفة، نلاقي فيه فتحتين صغيرين جدا، المية بتدخل في الدفة تطلع لفوق تمشي في الخرطوم ده، تدخل جوه الجارب تبرد الموتور وتطلع من الناحية دي. بصراحة نظام تبريد بالنسبة لي غريب ومعقد جدا. نوصل مع بعض البطارية.
عندك هنا إضاءة LED باللون الأحمر شكلها حلو جدا، تقدر من الريموت كنترول تشغلها أو تطفيها أو حتى تتحكم في الأنماط بتاعتها. نركب مع بعض الغطاء الأخير، وده بيكون الشكل النهائي للجارب. معانا هنا الريموت كنترول، من هنا بتشغل الريموت كنترول. عندك هنا اتنين ليد احمر وليد اخضر. من مزايا الليدات دي مش بس هي مجرد نور، دي بتديك انذار في حالة ان الجارب البطارية بتاعته خلصت، وكمان عندك انذار، ده اول مرة اجربه وبالنسبة لي دي ميزة تستحق تمنها بصراحة. الميزة دي هي ان الجارب لو طلع بره مدى الريموت بيبدأ يديك انذار، اللمبة الخضر دي بتبدأ تنور وتطفي لما الجارب بيطلع عن مدى الريموت، وكمان بيديك انذار صوتي. طيب من الريموت كنترول طبعا بتقدر تتحكم في الحركة شمال ويمين. عندك هنا زي ما احنا شايفين مع بعض الدفة تتحكم بتتحرك شمال ويمين، وعندك طبعا الزناد ده بتقدر منه تحرك الجارب لقدام والورا. بصراحة الجارب في المية صوته بيبقى عامل زي صوت العربيات الكهربائية، بيدي لك احساس بالمتعة ما جربتوش مع اي جارب بصراحة قبل كده. وطبعا نقدر نقول ده العادي في فئة سعرية زي دي، احنا هنا بنتكلم عن حاجة غالية مش رخيصة اطلاقا. نشرح مزايا الريموت كنترول، هنلاقي زي ما قلنا حركة شمال ويمين، ومن هنا بتتحرك لقدام اوبا والورا، وكمان عندك من الزرار اللي تحت ده بتقدر تتحكم فيه. هو بصراحة يعني مكتوب هنا CH3، فتقريبا دي حاجة ليها علاقة بالقنوات، للأمانة دي أنا ما فهمتهاش. عندك هنا الزرار ده بتتحكم منه في الأنماط بتاعة الإضاءة. نبص مع بعض كده، هنلاقي عندنا هنا النور مطفي، لو خدنا دي في النص كده النور بينور، لو خدنا دي على الآخر كده النور بينور ويطفي. فاحنا حاليا هنطفي النور ونبدأ مع بعض نشرح بقية مزايا الريموت كنترول. بص يا سيدي، عندك أول بكرة دي بتتحكم في قوة الانعطاف شمال ويمين، بمعنى إن احنا دلوقتي بنقدر نتحكم شمال ويمين، بنروح أقصى اليمين وأقصى اليسار، تمام؟ لو جينا لفينا البقرة دي شوية كده أو جبناها كده على الآخر، هنلاقي إن الحركة شمال ويمين بقت أضعف من الأول. عندنا كمان الأزرار دي، واحد منهم بيظبط الدفة شمال ويمين زي ما احنا شايفين من هنا، لو خدت الزرار ده أو البقرة دي شمال أو يمين بتبدأ تظبط الدفة، ومن هنا بتبدأ تتحكم في إنك تخلي الجارب يتحرك في اتجاه واحد، بمعنى إننا نقدر مثلا نتحكم يمين بس، لكن تيجي تمشي شمال تلاقي الحركة شمال ضعيفة جدا. للأمانة أنا مستغرب من بعض المزايا في الريموت كنترول ده، في حاجات أنا شايفها يعني مش عارف لازمتها إيه، يعني لازمته إيه إنك تخليني أتحكم في الجارب يمين بس مش شمال. عموما الوضع الطبيعي او العادي اللي بيجي لك عليه الريموت كنترول يفضل انك ما تلعبش فيه او انك ما تغيرش فيه حاجه. عندك كمان في هنا زرار، لو اخدت الزرار ده لتحت الجارب بيمشي عكس، بمعنى لو جيت تاخد يمين هو بيروح شمال، جيت تاخد شمال هو بيروح يمين، فدي يفضل تخليها دايما كده. وعندك الزرار ده بصراحه برضو انا مستغرب ليه الزرار ده موجود، او ايه الميزه في اني اخلي الجارب لما ادوس على الزناد عشان يمشي لقدام يمشي لورا، ادي امشي لورا يمشي هو لقدام، فالزرار ده الاتنين دول بيعكسوا معايا الاتجاهات. طبعا من مزايا الجارب انه لو اتقلب في الميه بتقدر من الريموت كنترول انك تعدله بكل سهوله، الجارب بيتحرك لورا ولقدام بتقدر تظبطه، لو دخلت في شويه خضره ولا حاجه في نهر النيل او في حاجه بتقدر ترجع لورا بتقدر تظبط اتجاهاتك. فطول ما هو بعيد عنك وبتكنترول عليه من الريموت ما تخافش عليه اطلاقا، لو اتقلب هتقدر تعدله، لو بعد اكتر من المدى بتاع الريموت بيبدا يديك انذار، لو البطاريه ضعيفه بيدي لك انذار، فحرفيا كانك ماسك الجارب بايديك. للاسف الموديلات الرخيصه
بتفتقد جدا للمزايا دي. اليو دي اي 002 متوفر من خلالنا للبيع، فعلى الحجز والاستفسارات كلمونا واتساب على 011 17 16 25 29. وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد، ولو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. ويلا بينا دلوقتي نروح على فيديو التجربة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. اليو دي اي 022 متوفر من خلالنا للبيع، وعندنا كمان الاتش 101 أصغر من ده شوية، وعندنا كمان الاف تي 008 هو أصغر، يعني هو أصغر عضو في عائلة الجوارب اللي بريموت كنترول المتوفرة من خلالنا في الوقت الحالي. فلو عايزين تعرفوا أكتر كلمونا واتساب على 011 17 16 25 29. وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.